تواجد جدا ممتاز 36 36 الان وضعك اصبح جدا في الرابع ممكن تكون متعادل مع الاهلي. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم الف مبروك لجماهيرنا ولاعبينا واشكر المجلس التنفيذي صراحه اللي هو واقف معانا من بدايه الموسم مواسم سابقه ونقول هارد لك شقيقنا فريق الباطن والحمد لله هذا الانتصار ما جاء يعني من فراغ جاء من عمل يعني سابق كنا تعبنا واشتغلنا وكنا نطمح انه مو بس والله الرابع من بدايه الموسم كان طموحنا ان نتعب ونشتغل وباذن الله يعني نحصل المركز اللي ليك فينا. التعاون ماشي بالطريق السليم خلينا نقول الى الان، هل ممكن انك تحافظ على المركز اللي انت وصلت له الان؟ بلا شك فريق التعاون نادي التعاون بشكل عام بيئه نظيفه الحمد لله، فاحنا كلنا قلوبنا على بعض وكلنا نعامل بعض زي العائله يعني في الملعب، فهمت؟ كل واحد يعني يحترم الثاني في الملعب، واحنا يعني زي العائله نقاتل مع بعض ونتعب مع بعض. باذن الله احنا نحقق باذن الله ونثبت باذن الله بنفس المركز. انا احييك يا طلال لانه ليش؟ هو في فيلم صار بينك وبين جانك والجميل انه في النهايه تابعتها شفتها بعيني وانتم يعني تسلموا على بعض وهذه حلاوه كره القدم. هذه الكوره بعض الاحيان يكون في شد وفي عصبيه بسيطه لكن في النهايه جوناثان يعني اخوي جوناثان واعتذرت منه بعد اللقاء لان هو يفكر اني انا متعمد وانا ماني متعمد فطبيعه الكوره زي كذا. هذا القاعده اللي دائما ننسى عنها. الله يخليك. مبروك مبروك.